يكون بقى والجو كده فيه ساقعه شويه او فيه لسع على الصبح، نقوم ونتنشط مع بعض كده وانتوا بتتابعونا شويه تمارين رياضيه 5 دقايق اكيد هيأثروا، خلونا نتابعهم. صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدينا. النهارده عايزين نعمل تمارين تقويه لعضلات الظهر. جايبه معايا النهارده دمبلز دي ممكن قلنا نعوضها بازازتين رمل او ازازتين ميه في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل اي تمرين، لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب انا ممكن كمان انزل امشي الصبح، انزل او اعمل مشي في مكاني، نعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعه في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي انا ماسكاه ان هو يبقى مقاومه معايا. طب هبتدي معاكم باول تمرين، الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، حميل بظهري لقدام، انا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الامان، رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد، هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما دوروش، كل الناس عندها الفتره من قاعده في البيت وقله التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر. التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك او نص الظهر. تاني تمرين هاخد ايد وايد، ايد وايد لورا. بعد كده تالت تمرين ايدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجه وهنزل 90 درجه وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق، هنزل همسح بالوزن او بالازازه اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنيه، من وضع ده هفرد ايدي لفوق وانزل تاني، افرد ايدي لفوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. اول واحد تمرين الرو، ايديا مفروده قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا، اهم حاجه اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض، نحس ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد، ممكن الرجل اللي ناحيه الجنب اللي انا شغالاه الجنب اليمين اهو استخدم ايد واحده، اسند على رجل واحده وانزل، ده للظهر الجانبي من الجنب، العضله الكبيره اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا، كوعي 90 درجه يطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعده على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي باصه لقدام وظهري مفرود، محدش يدور ظهره، لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري انزل لحد هنا. هنزل واطلع تاني، الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع. كده انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات، ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا، ما ينفعش اقف فجاه خاصه لو ضربات القلب عصر، نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها، وصباح الخير عليكم. ومن الرياضة ومجموعة من التمارين الرياضية كده على الصبح جه ميعادنا وموجز لأهم الأخبار اللي هنتابعه دلوقتي معاكم.